الاحوال طلعت واصله لانه الجندي حكى لي انه انت عم ترسم في شيء وحكى لي شو برسم، قلت له برسم في هيك الصحافه وعين الصحافه وانتم بتستهدفوا الصحافه وبتطخوا عليهم وبتطلقوا عليهم قنابل غاز واحيانا يعني بتطخوهم بشكل متقصد. فبقول لي عشان تكون عارف احنا بالنسبه لنا عين الكاميرا والكاميرا اقوى من السلاح، هو هيك حكى لي. وحكى لي الفرشايه اللي معك تمام طلقتها بتوصل ابعد من الرصاصه، احنا طلقتها بعتنا ممكن توقع بعد كيلو او 2 كيلو، لكن رسمتك اللي بترسمها اذا كانت تحريضيه ممكن ضلها توصل 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 لحتى تشمل كل العالم. فهو حكى لا استطيع التنفس، فانا قلت يا جماعه انه هو مش عارف يتنفس بده اكسجين، هو عن جد في نقص للعداله. وهذا الاشي بالضبط اللي بنقصنا احنا، فاحنا برضو من 1948 من اول ما اجوا هذول الجماعه اللي احنا وبطلنا نعرف نتنفس. من هذاك الوقت والعداله مش ناقصه، العداله غايبه، يعني احنا شبه اموات.